طيب، هذه رأت في المنام كأن أخيها عامل يعني حادث، وهي وأبوها يبكون عليه بشدة. نعم، وأخوها متملك على بنت عمها، وهي تقول حرام أن أصبحت يعني أرملة وهي صغيرة. أقول الحوادث في المنام إنما تدل على المشاكل، الحوادث في المنام إنما تدل على المشاكل، فإذا وقع الحادث وقعت مشكلة معينة. الأمر الثاني كونها تقول ترملت وهي صغيرة، أقول وهم مقبلين الآن على الملكة والزواج، نسأل الله أن يتمم عليهم، الحذر من أي سبب من الأسباب الذي يفرق بين الرجل وزوجته، لأن قلنا الحوادث والاصطدامات في المنام إنما هي مشاكل، والسيارة هي حياة الإنسان نفسه، فيحذر على نفسه من الخلافات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم، جوزة تفضل يا جوزة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كم مرة حلم إن أنا وزوجي كل جالسين وإن مرة قاعدة جنبنا بالوسط بيني وبين زوجي، يداوني هالحلم كم مرة، وحلمت بعد إن نفس والمرة هذه أنا أعرفها، ونفس المرة بعد حلمت إنها داخلة غرفة النوم وأشوفها هي متنقبة ومتحجبة، بس بالحلم كاشفة عن وجهها وعن هذا قدام زوجي. بينكم خلافات؟ أنا وهالحرمة لا. بالبيت معاكم؟ اي في البيت. طيب، خير ان شاء الله، يعطيك العافية. يا سلام. عموما يعني جرت العادة أن إذا كانت الأسرة يعني حمولة كاملة في بيت معين، فترد مثل هذه الأحلام، أن فلانة تفعل كذا، فلانة تجلس كذا، فلانة تمشي مع الزوج، فلانة تجلس مع الزوج، وهذا يعني في الغالب ما يدل على شدة الغيرة على حياة المرأة المتزوجة، وأيضا الغيرة بين المرأة وبين جاراتها من النساء في البيت. أقول قد يدل هذا على حديث نفس، وإن كان فيها شيء من التعبير وتحمل على محمل الخير، قد تحملين بنت، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.